بأنها بطلة لهذا شوط. الانطلاقات مستمرة على أرضية هذا الميدان على بركة الله، أعلنت انطلاقة هذا الشوط بحفظ من الله ورعايته. شوطنا الثاني، أول أشواط الجعدان، أول أشواط الجعدان ضمن هذه الشارة، شارة ومكرمة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، دعما لهذا الموروث، لهذا الموروث الأصيل. أبدا معك يا بن رشيد، يتقدم مع رداد، يتقدم مع رداد سلمان بن علي بن سلطان بن رشيد الاكتبي. المركز الثاني يأتينا على المركز الثاني السردال محمد بن راشد بن مرخان الاكتبي وبن مرخ وأيضا بن معدن مطر بن علي بن عبد الله بن معدن، يأتي مع المختبر على المركز الثالث. المركز الرابع يأتينا حرب سليمان بسيب بن راشد الرشيدي، ولكن الشوط الأول، أول الأشواط وسلمان بن علي بن سلطان بن رشيد الاكتبي يقدم رداد وبن مرخان محمد بن راشد بن مرخان يقدم السردال، والمختبر غادم مطر بن علي بن عبد الله بن معدن الاكتبي غادم على المركز الثاني، ولكن المركز الثالث حرب غادم سليمان بسيف بن راشد الرشيدي، ولكن المختبر بالاختبار الأخير مطر بن علي بن عبد الله بن معدن وبن مرخان، ولكن المختبر سلالة ناصي المختبر هنا على أرضية هذا الميدان. أول الأشواط مشكور يا مطر، يا بن علي، يا بن معدن، سلام يا المختبر، سلام يا سلالة ناصي، تؤكد الحضور مع الشوط الأول مع الفوز والانتصار. المركز الثاني لمحمد بن راشد بن مرخان، المركز الثالث حرب سليمان بن سيف بن راشد الرشيدي، المركز الرابع أيضا لسلمان بن علي بن سلطان بن رشيد، تهانينا والناموس المطر بن علي بن معدن الاكتبي من أكد الحضور بتوقيت غدر 2:08. سلام يا بن معدن، سلام على فوز المختبر مع المركز الأول، والمختبر له نقاط عديدة على أرضية هذا الميدان، يؤكد الحضور بأول الأشواط ويؤكد بأنه بطل لهذا الشوط. تهانينا لك يا بن معدن، والتهانية لك موصولة يا أبو أحمد عبد الله بن معدن الاكتبي من قدم مع الفوز والانتصار. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار.